مستقى الإبداع العراقي في مدينة بولهايم الألمانية يضم عدد من الجالية العراقية من أجل الاندماج ومشاركة أعمالهم الفنية. ألمانيا بلد كبير وبلد متعدد الثقافات، يستوعب الكثير من الثقافات، ومن الجميل أنه نطرح بذوق وبفن ثقافتنا. نورا براوكمان سويسات من المغرب، عضوة بجمعية أفاق وعضوة بالبرلمان الأجانب أو مجلس الأجانب بمنستر. كوني من المغرب لأول مرة بحضر هيك لقاء، سعيدة جداً أنه تعرفنا على شخصيات فنانين ومخرجين عالميين وتواجدوا معنا اليوم بهذا المنصة الإبداع. فخورة جداً أنه الجالية العراقية عملت ملتقى فني كبير، ونتمنى أنه يكون ملتقيات أكثر بألمانيا لكل الجاليات العربية وغير العربية. يعني عندنا الكثير من العوائل اللي أولادها لم يروا بلدانهم الأصلية أو بلدان أهاليتهم، فممكن أنه بزيارتهم لملتقى إبداع يطلعون على جزء من الثقافة اللي ما شايفيه في حياتهم. أتمنى أنه دائما هذه التجمعات وهذه الشغلات العريقة دائما يسووها، إذا مو إن الأطفالنا والأحفادنا هاي كلش أنه تعطيهم حافز يحبون العراق، يذكرون العراق. لأن أنا عايشة بألمانيا صار 27 سنة، بصراحة ما حاضرة هذا التجمع، وأني فرحانة وفخورة. طبعا دائما نحاول تسليط الضوء عبر هذه المنصة للكثير من الكفاءات والمواهب التي لا تجد مكاناً لعرض أعمالها وأفكارها. أقام الملتقى بازاراً فنياً شارك فيه عدد كبير من اللوحات الفنية للفنانين المتواجدين في أوروبا. أنا رشا عقاب، فنانة تشكيلية عراقية في ألمانيا. شاركت اليوم ملتقى إبداع، الحدث العراقي الأكبر في ألمانيا لعام 2022. شاركت في معرض ريحة الورد، قدمت لوحات بألوان شرقية بقصص عراقية. جدول صفار، جيجي لوكو ديزاين، عندي صفحة أصمم بها، أمارس الفن كهواية. أنا اسمي شيمان جمال، مشاركة بعلامة شمة ديزاين، مشاركة بأزياء الكردية، ومشاركة أيضا بعرض الأزياء من أزياء الكردية. أنا إسراء شندي، منظمة البازار لإبداع هذه السنة، مشاركة أيضا ببوابي هاند ميد جولري، أصنع جولري يعني اكسسوري من الأحجار الطبيعية والمعادن. كانت تجربة جدا جميلة أنه نجمع هذه الطاقات بمكان واحد، وصار كأنه عرس عراقي بكل ألوان وأطياف الشعب. طبعا هي الفكرة بسيطة، ودنحاول أنه كل سنة بعد سنة أنه نكبر بيها ونكبرها. سعيدين جدا بما وصلنا إليه، كان عندنا أهداف الحمد لله والشكر قطعنا شوط كبير بيها وما زلنا، وننتظر إن شاء الله أن نسوي بعد أكثر وأكبر. السلام عليكم حضورنا الكريم، أحب أن أشكر كل من جمهورنا والحضور. أقام ملتقى الإبداع العراقي بتسليط الضوء على السينما بمشاركة عدد من مخرجي الأفلام السينمائية التي ترجمت أعمالهم إلى العربية والألمانية. أتشرف بوجودي في هذا الملتقى كمدعو وأيضا مشارك ضمن مجموعة أيضا من المخرجين العراقيين، وسوف يعرضون أعمال وبعض من أعمالنا ونشاطات سينمائية أمام الجمهور. سلام الموسى، مخرج فيلم جارينا الموصل. الفيلم يتحدث عن الحياة ما بعد الحرب والحياة بالحرب، والملتقى دائما كل سنة عنده برنامج شكل. هاي السنة كانت الدورة مكثفة على صناعة السينما وصناع الأفلام السينمائية. الأجواء هنا كلش حلوة، وشي الممتع إنه الناس دا يجمعون هنا بروح حلوة، واللي دا يجمعهم هو الفن والموسيقى والفنون الجميلة، وهذا شيء كلش حلو اللي له علاقة بالثقافة العراقية العريقة.
أما المقام فكان له تواجد مميز بحضور سيدة المقام فريدة محمد وفرقتها الموسيقية. الأستاذ فراس الأحمدي طلب من عندي هدية للفنانة القديرة فريدة العراقية، فقررنا اتفقنا حكينا بالموضوع أنه نصمم لها شال نجسد به تاريخ العراق وبداية الموسيقى وإلى أن وصلنا إلى أغاني الست فريدة. فكان الشال بدايته الفرقة الموسيقية السومرية، بداية من القيثارة السومرية، وفي وسط الشال كتبنا اسمها وداير مدايرة النوتات الموسيقية، ونهاية الشال كان في اسم أغنيتها بغداد الأزل. إن شاء الله تفرح بها. أنا كلش سعيدة بالمشاركة بهذا الحفل وبالمشاركة في إهداء القامة عراقية هيك هدية. كذلك هو الملتقى حالة جميلة نابعة من منصة إبداع. منصة إبداع هي منصة تحاول أيضاً أن تجمع قصص لنجاحات للناطقين باللغة العربية حالياً في ألمانيا، ونتمنى أنه تكبر ويزداد عدد المتابعين إن شاء الله، وهذا الهدف الأسمى. قالت لي روحي يا مسكين، أنا طولي نبعت ريحان.